السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هندخل على بيم 360 administration اللي هو admin.b360.com. هتلاقي رابط اسفل الفيديو. هتلاقي اول حاجة عندك البروجيكتس، دي المشاريع. تقدر تعمل سيرش على المشاريع، وهنا بتلاقي الاكتف المشاريع والمشاريع الان اكتف. هقول له هنا انا عايز اضيف مشروع، وابدأ اديله مثلا اسم المشروع، مثلا وليكن مثلا بيم اريبيا، وبعد كده نوع المشروع، فمثلا داتا سنتر هوتيل مثلا. الكونستراكشن تايب، هل هو نيو كونستراكشن ولا رينوفيشن، هل هو مشروع جديد ولا تجديد. قيمة المشروع مليون دولار او اي عملة انت عايزها. الكونتراكت تايب، هل هو ديزاين بيلد ولا ديزاين بيلد ولا اي بي دي تجربة بروجكت ديليفري. التاريخ بدء المشروع وتاريخ نهاية المشروع. البروجكت جوب نمبر، فبتدي له مثلا 313 رقم العربية بتاع البطوط. البيزنس يونت، طيب هنا بقى بتختار صورة للمشروع مثلا دوت. العنوان بتاع المشروع، تمام، البلد، البروجكت تايم زون، الانجليش وهكذا. بعد كده بتقول له سيف كونتينيو، فبيقول لك ان المشروع اتعمل والمشروع اكتف. هتدوس عليه عشان تخليه اكتف. وبعد كده تبدا تحط ايميلات الناس اللي هتبقى شغاله معاك في المشروع، تمام. فتقدر تضيف مثلا، بعد كده هقول له الفينش. المشروع هو موجود، تقدر تدوس عليه عشان تشوف المشروع. تقدر تدي اكسس للملفات واكسس على البروجكت ادمين. طبعا لو انت في حد مش عايز يبقى بروجكت ادمين ما تدوش الصلاحيات. طيب هنا بقى بتشوف المانج التاس ابلكيشن، ده البنت تمستنج جروب، ده اللي هو متصفح للمشروع، وفي منه نسخة ديسكتوب. بعد ما اضفنا اليوزرز ممكن تيجي تدخل هنا على الموديل، هتلاقي حاطط لك الموديل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، وعندك هنا الموديل المجمع ليهم كلهم. تقدر تفتحه وتقدر تشوفه من خلال المتصفح. برضه ممكن تسطب اوتوديسك بيم تستنج جلو، وتختار من هنا الدولة اللي انت عايزها، يونايتد ستيتس او اوروب، وهيبدأ يظهر لك هنا اسم المشروع اللي انت شغال فيه. فلازم تكون انت ضايفه من الموقع نفسه عشان يظهر عندك هنا، تمام. في بعض الناس تظهر عندك فاضي لان هو محدش عمل اكونت وعمل له انفيتيشن. هقول له اوكي. نفس المعلومات اللي بتظهر هنا في بيم تستنج جلو هي نفسها اللي موجودة هنا، تمام. فهتلاقي هنا برضو الاركتكشر والميرج موديل، فتقدر تفتحه، تقدر تشوف اي ملحوظات موجودة، تقدر تحط الكومنتات اللي انت عايزها. فده ممتاز جدا لو حد ما عندهوش ريفيت او ما عندهوش نفس اوركس، يقدر يشتغل عليه ويقدر يشوف المشروع ويعمل مراجعة على المشروع. فهنلاقي الموديل ظهر عندنا هوت. تقدر تعمل سيليكت على اي عنصر هنا بتلاقي الميرجد موديل، وبيقول لك ان هو في اركتكتشر وميكانيكال وستراكشر. طيب تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل سيليكت على العناصر. تقدر تقول له انا عايز اقيس، فبيقول لك انت عايز تقيس من نقطه لنقطه، فبتحدد من نقطه لنقطه، او اريا، فبتحدد الاريا بتاعتك من هنا لهنا لهنا لهنا. يبدأ يجيب لك دي، ممكن الانجل من الزاوية دي مثلا لهنا للزاوية دي، فيبدأ يجيب لك الزاوية بتاعتها، او اقصر مسافة من عنصرين. يعني بتعلم على العنصر ده وبتعلم مثلا على عنصر اخر، فهو يبدأ يقيس لك بينهم ويقول لك المسافة بينهم قد ايه. طيب ممكن تبدأ هنا تشوف المودلز كلها، مثلا ده الاركتكتشر،
تقدر تخفي العناصر اللي موجودة جواها، تقدر تشوفهم كلهم زي ما انت عايز، تقدر تخفي بعض العناصر، تقدر تقول له انا عايز اعمل ميرج موديل جديد، او تبدا تشوف الاكيوبمنت اللي موجوده، او تقدر هنا تقول له انا عايز اعمل داونلود للموديل او اعمل له ديليت. هنا بقى الفيوز تقدر تحط اكتر من فيو، مثلا تقدر تلف الموديل بتاعك وتاخد لقطه مثلا من هنا تمام، وتديها اسم مثلا اهو. تقدر تضيف سيكشن من هنا، تحدد مكان السيكشن وتقول له سيف، وتدي له اي اسم انت عايزه بحيث تقدر ترجع له في اي وقت. ده هيفيدك لو انت مثلا في اجتماع وكده، تقدر ترجع للسكيشن مجرد تحدد اي حاجه تقدر تروح لها. تقدر تلون بعض العناصر، تقدر تعمل سيلكت على اي حاجه وتبدا تختار لها اللون اللي انت عايزه بالشكل دوت. تقدر تحدد مثلا دوت، تدي له اللون دوت بالشكل دوت، تدي له اسم مثلا معين، بحيث ان انت ممكن تدي له الوان معينه او تحدد الالوان دي ليك انت. طيب ممكن تيجي برضه تعمل بعض المارك اب، مثلا تكتب تكست معين او علامه معينه او خطوط معينه وهكذا، بحكي ككومنتات مثلا على المشروع بتاعك. هتلاقي هنا الاكتيفيتيز، عمر سليم عمل كذا 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 وهكذا تمام. هنا لو انت عايز تشوف الكلاش، فبيقول لك عايز تعمل كلاش من ايه، انا عايز بالميكانيكا والالكتريكال واسميه اس مثلا، هو يبدا يجيب لك الكلاشات كلها. كلاش اناليسيس ان بروجرس، هيبدا يجيب لك الكلاش الاوبن 368 الاجنورد. طيب عايزين نعمل سيلكت مثلا على دوت، هيبدا يعمل لك عليه زوم تمام. تقدر تعمل سيلكت عليه وتعمل نوتيفاي بحيث انك تبعته لحد من الفريق، او تكتب كومنت عليه، او تعمل لده اجنور فيبدا يضاف لي الاجنور. طبعا تقدر تعمل سيلكت على اكتر من واحد وتقول له اجنور، تجاهل ده مش كلاش حقيقي تمام. تقدر تعمل عليه كلوز بحيث ان المشكله دي خلاص اتقفلت، او تقول له ان دي مثلا نسولفت. طبعا انت اي حاجه تعمل عليها سيلكت هو بيبدا يروح للمشكله ديت. ممكن تقول له خليها اركايف، يعني تقدر تحتفظ بالكلاشات ديت سيف عندك. دي الهيستوري اهيت، انت هجيب لك هيستوري للكلاشات اللي موجوده هنا. بقى اتاشمنت، يعني كل حاجه تعمل تقدر تعمل عليها سيلكت، وتقدر تشوف الاتاشمنت اللي موجود. الاتاشمنت ممكن يكون مثلا ملف بي دي اف او صوره او اي ملحوظه موجوده تمام. لو في اي عنصر عليه اتاشمنت تمام، اهو مثلا اد اتاشمنت، اد فايل او اد لينك، فتبدأ تضيف مثلا دوت، فيبقى العنصر ده مرتبط بالملف دوت او مرتبط بالصوره الفلانيه تمام. اهو هيبدا يجيب لك ان الملف ده العنصر دوت مرتبط بالاتاشمنت اللي هو دوت تمام. حيث اول ما تعمل سيلكت عليه يبدا يقول لك ان الاتاشمنت ده مرتبط مثلا بايه معين، حاجه معينه. فتقدر كل حاجه تعمل لها اتاشمنت للملفات البي دي اف بتاعتها مثلا تمام. او ممكن مثلا تعمل لها اتاشمنت مثلا لللينك الموقع بتاع الشركه دي مثلا، الشركه المنتجه مثلا اي حاجه، بقى ده لينك موجود. فلما تقول له اتاشمنت يبدا يظهر لك ان في لينك موجود. طبعا اللي بيحصل هنا بيحصل اوتوماتيك في الموقع، بيحصل اوتوماتيك في كل مكان. بيقول لك العنصر ده فيه 10 اتاشمنت، الملف دوت وفي الموقع دوت، فاول ما تدوس يروح داخل على الموقع. طبعا انت عندك تقدر تفتح المشروع من الاول اهوت، تقدر تشوف الملفات لو في اكتر مشروع يبداوا يظهروا قدامك بالشكل دوت وهكذا. نرجع للبروجكت ادمن، بتلاقي هنا الشركات اللي موجوده تمام. تقرا هنا السيرفيس اللي موجودة تمام، الاكتف مش اكتف، تلاقي هنا البروفايل تقدر تعدل فيه، تقدر تكتب البروجكت تايم زون مثلا، تقدر تكتب المعلومات اللي انت عايزها. طيب لو انا عايز اتعمق اكتر او عايز اعدل معلومات،
ممكن تدخل على اكونت ادمن، هتظهر عندك المشاريع الموجوده بشكل دوت، هيظهر عندك اعضاء بتاع المشاريع، هيظهر عندك الكومبانيز. تقدر بقى من هنا من الاكونت ادمن تضيف اكتر من شركه، اسم الشركه مثلا والعنوان بتاعها والتليفون والصوره بتاعتها والديسكريبشن والضرايب والاي ار بي وكل الخصائص اللي انت عايز تضيفها للشركه. لما تضيفها هنا وترجع تاني المشروع هتلاقي اسم الشركه، تقدر تختاره وتبدا تضيفه، تقدر اد وتضيف اي شركه انت عايزها. طبعا لو انت ضفت الشركه اسمها موجود هينبهك للنقطه ديت عشان ما تضيفهاش مرتين. في عندي هنا رولز، يعني كل واحد ايه الوظيفه الموكله بيه. على سبيل المثال مثلا الاركتكت عند هو يبقى ينفع يبقى بروجكت ادمن وينفع يبقى عنده اكسس، تقدر تعدل فيهم. تقدر مثلا كونستراكشن مانجر تقول لا ده هو مثلا من حقه مثلا بروجكت ادمن يبقى من حقه او مش من حقه، تقدر تيجي هنا تضيفه. كل دي الوظائف الاساسيه الموجوده، وتقدر تضيف اي حاجه جديده. تمام. الاناليسيس هي بيعمل لك تحليل للعدد المشاريع و الانواعهم وانواع الشركات وهكذا، تحليل كل الداتا اللي موجوده عندك. ودي الاعدادات، ده الاكونت ادمنستريشن، تقدر تدوس اد وتضيف حد تاني معاك في الاداره. ده خاص بالبروفايل، ده البيزنس يونت، الادمنستريشن اكتيفيتيز، كل الحاجات اللي الادمن عملها او التعديلات اللي الادمن عدها بشكل ده. طبعا ممكن تدوس هنا هنا تقول له مثلا عايز اشتغل في مشروع من الاثنين، ده هنا اساس.